واحد مطرب مشهور يقول له هيعمل مؤتمر كذا. انا بقى بقول احنا ما نديش للموضوع ده اكتر من حجمه. دول ناس ولا لهم قيمه ولا لهم حضاره. راحوا المتحف، طب عملوا ايه؟ الترند اللي احنا عملناه اللي هو انتشر في كل مكان غطى عليهم تماما. حتى راحوا الهرم وراحوا سقاره وراحوا الرقص واسوان انكتبوا طبعا. الراجل اللي هو معاهم مرض اسمه كبه ده ولا حاجه زي كده. فانا شايف ان احنا ما نديهمش اكتر من حجمهم. بعض الناس قالوا لي كلمني وليد البطوطي وحسام اللي هو رئيس المرشدين، وطبعا بعض الناس بتقول عايزين نعمل مؤتمر صحفي. قلت له مؤتمر صحفي؟ يجي وزير سياحه واثار مصر يروح المتحف المصري معايا يرد على الناس دي؟ لا يمكن. رسميا ما حدش يرد الموضوع ده، وكفايه انه حضرتك بترد وتوضح ليس له قيمه. وانا ردي بيبقى كفايه عليهم في كل مكان. وانا اعتقد ان هم بداوا يعني ينهاروا، وبدا هذا زي مثلا في امريكا برضه يقول لك الهرم ده اللي بناها ناس جم من قاره اطلانتس وناس جم من الفضاء. إليون ماسك نفسه قال لك اللي بنى الاهرامات دي ناس جم من الفضاء. انت لو وقفت قدام الهرم كراجل عادي وبصيت له لا يمكن تتطور ان الهرم ده بناه ناس ادميين. ليه؟ لانك مش دارس، مش عارف. لكن لما تدرس هتعرف ان الحضاره المصريه دي هي قامت على المشروع القومي. دول 3 مليون نسمه اللي عايشين في مصر بيعملوا هذا الهرم عشان الملك يبقى اله. ونمره 2 ان برضه في نفس الوقت ان كشفنا مقابر العمال بنات الاهرام اللي بتقول المصريين هم بنات الاهرام، ظهرت برديه في منتهى الاهميه اسمها برديه وادي الجرف. البرديه دي كشفت 2017، كشف واحد فرنساوي بتتكلم عن بناء الهرم، واحد رئيس عمال اسمه ميرر قال انا من الدلتا وانا برقص 40 عامل ورئيس اسمه ديدي، وانا كشفت على فكره مقبره ديدي ده، وانا رحت اقطع الحجاره من ترى عشان نكسي بيها الهرم، يعني وراح سينا وقال ان خوفو كان عايش في القصر جنب. يعني كل الادله العلميه بتضحط اي كلام بيخص الحضاره المصريه. لكن زي ما انت قلت في المقدمه ان الحضاره المصريه حضاره عظيمه، لا يمكن ان يعني من هذه الحضاره ان واحد او شخص او مجموعه يقدروا ينقلوا من هذا الحضاره. هل في اي عالم اثار وحضرتك الجميع يعرف الدكتور زاهي حواس على مستوى العالم اتكلم او شكك في الحضاره المصريه؟ بتكلم هنا عن علماء، مش بتكلم على ناس هو لم يحدث اطلاقا. يعني لم يحدث ان اي عالم اثار او اي تلميذ في سنه اولى اثار درس اثار يقدر يتكلم اي كلام ضد الاثار اطلاقا. وانا بقول لك او ضد الحضاره المصريه اقصد. طبعا هو عيب علماء الاثار ان هم مركزين على الكتب وعلى المقالات العلميه، ما بيدوش اهتمام للرد في هذا الموضوع. احنا بنرد ليه؟ ده مسؤوليه قوميه. ان انا ما اسيبش ناس بالدرجه دي يروحوا المتحف المصري ويتصوروا قدام تمثال ويهيصوا على انهم اصل هذه الحضاره. كان خطا طبعا. لا هم ما تقدرش انت لو مدير المتحف المصري ما اقدرش امنعهم ولا حد يقدر يمنعهم. وهم لو داخلين عشان يعملوا كده ما تمنعهمش. سيبهم يعملوا ويتكلموا اللي هم عايزينه، لكن احنا نرد عليهم ونقول لهم ان انت خطا. واعتقد ردنا كان كفايه ينهي هذا الموضوع تماما. مش بيبقى في مرشد معاهم ولا ما فيش مرشد؟ معاهم طبعا مرشدين. طب ما اتكلمتش انا الحقيقه برضو اناشد رئيس نقابه المرشدين الاستاذ حسام انه يعمل تحقيق مع الناس دي، ازاي سابوهم يقولوا هذا الكلام؟ رغم ان انا بقول يسيبوهم. لانه بيتكلموا كلام ليس له صله علميه وكلام ليس له صله بالعلم اطلاقا. وردنا كان كفايه، لان عملت فيديو وعملت رد باللغه الانجليزيه واللغه العربيه، وده كان كفايه انتشر في العالم كله. ليه الحضاره المصريه دايما مستهدفه؟ ليه مصر؟ لان دايما مستهدفه. دي اعظم حضاره في الدنيا. ليه قول لي في حضاره ثانيه تقدر تنافس الحضاره المصريه؟ انت لو سالت طفل صغير عنده 8 سنين في اي بلد في العالم قول له مصر، يقول لك ابو الهول، الهرم، المومياوات، توت عنخ امون، حضاره. يعني انا معمل محاضره في امريكا احضر ل 2000 واحد. ليه؟ الحضاره المصريه حضاره عظيمه، الناس عايزه تعرف اسرارها، ففيها اسرار كثيره وفيها اكتشافات بتهز العالم كله في كل مكان. يعني احنا بندور على مقبره الملكه نفرتيتي في وادي الملوك، بندور على الموميا بتاعتها عن طريق مجموعه مصريه حاليا بيرأسها الدكتور يحيى جاد بالدي ان ايه بالحامض النووي عشان ندور على مقبره الملكه نفرتيتي. الهرم اللي هو المفقود اللي في سقاره اللي نتفليكس عملت عنه فيلم ساعه ونص بندور عليه. الابواب اللي جوه الهرم ايه الاثار اللي وراها؟ يعني عندنا حاجات بتبهر العالم، بتبهر العالم في كل مكان. فالحضاره الفرعونيه فيها ابهار وفيها جنون وفيها عظمه وفيها قوه. دي بتخلي الناس في كل مكان يعني ايه
يدخلوا الهرم، يعمل تأمل، يعمل مديتيشن. عشان كده حط جملة جملة مصر ياخد شهرة أكتر، يعني يخلي الناس تلتف حواليه. في أنا دايما أقول إن الحاجات دي في النهاية مكانها مزبلة التاريخ. لا يمكن حاجة من اللي اتقالت على مصر على مر الزمان تم تثبيتها في عقول الناس إطلاقا. بتيجي وبتروح. الإفرو سنترك دي هتروح، هتنتهي تماما. احنا بطمن كل المصريين اللي سمعوا هذا الكلام ان هذا الكلام فارغ، ليس له اساس بالصحه. مصر الفرعونيه العظيمه اللي بتخلو بلب كل الناس في كل مكان لا يمكن اي حد يقدر يهزها.